والآن مشاهدينا الكرام مع جولة اقتصادية. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك نوى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول طارق المولى أنه تم الانتهاء من عمليات التقييم الفني لبوابة التعدين، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز. أضاف الوزير خلال لقاء مع وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر أن بوابة التعدين ستحتوي على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية بمصر. أكدت وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية الأمريكية ماريسا لاجو أن مصر تعد شريكا اقتصاديا واستراتيجيا رئيسا للولايات المتحدة وأكبر سوق تصدير في القارة الأفريقية. وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية ماريسا لاجو بدأت زيارة رسمية إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي للمشاركة في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة. ومن المقرر أن تجتمع وكيلة الوزارة الأمريكية مع قادة من القطاع الخاص وتدير مائدة مستديرة حول كيفية دعم الشركات الأمريكية لتنفيذ مبادرة صحة المرأة المصرية. تواصل عمليات توريد القمح المحلي واستلامه في محافظة أسيوط أعمالها بانتظام خلال الموسم الحالي على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 28 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. وقد بلغ إجمالي الكميات المواردة من القمح منذ بداية الموسم نحو 49 ألف طن، وسط اهتمام كبير من كافة الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى التوريد. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات وسط صدور عدد من البيانات والقرارات الداعمة لأسعار الخام. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام النفط القياسي برنت بنسبة 58% ليصل إلى 75 دولار و8 سنتات للبرميل. كذلك زادت أسعار العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 74% ليسجل نحو 71 دولار وسنتين للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 0.3% لتصل إلى $2.40 للتر. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.26% لتسجل نحو $2.34 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في سوق النفط العالمية مستقر تماما بشكل عام. جاءت تصريحات الرئيس الروسي في اجتماع حكومي، وأضاف بوتين أن روسيا خفضت إنتاج النفط مؤكدا أنه عند المستوى المطلوب. وأشار الرئيس الروسي إلى أن جميع قرارات موسكو بما في ذلك المتعلقة بالخفض الطوعي للإنتاج مرتبطة تحديدا بالحاجة إلى الحفاظ على بيئة سعرية معينة في الأسواق العالمية، أنها تتم عبر التواصل مع دول الأعضاء في أوبك بلس. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ونهى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة.